اجتماع وصف بالمهم والصريح ضمن مجلس الشراكة المصري الأوروبي، تقييم لما أنجز خلال العام الجاري في أولويات الشراكة الثلاث: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشراكة في السياسة الخارجية، والاستقرار. تقدم ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وإعلان أوروبي عن مؤتمر لدعم الاستثمارات في مصر سيعقد العام القادم. أود الإعلان عن تنظيم مؤتمر للاستثمار سنعقده العام القادم ضمن تطوير التعاون ولدعم مصر. الاجتماع على المستوى الوزاري ركز على أوجه التنسيق للتحرك المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، وكذلك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى جديد الملف السوري وآثار القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا. البنية التحتية لداعش في سوريا صارت مشلولة بفضل ضربات التحالف الدولي لمحاربة داعش، ولكن لا تزال هناك مجموعات أخرى وتحديدا في شمال سوريا، وهناك تدخلات إقليمية تؤثر على مسار الملف السوري، ولذلك ندعم استمرار الأمم المتحدة في إعادة إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة. وفي ملف حقوق الإنسان، أوضح الوفد المصري ما يبذل تنفيذيا وتشريعيا وقضائيا نحو تحسين الشفافية وفعالية دور المجتمع المدني محور نوقش ضمن أولوية استقرار البلاد، وليس بعيدا عن خصوصية الظرف وواقع محاربة الإرهاب والتطرف. نعم، هذا ملف مهم، ولكن أيضا لدينا ملفات أخرى مهمة في الشراكة مع مصر داخليا وفي السياسة الإقليمية، ولا أريد أن أعطي انطباعا أن ملفا واحدا طغى على الأجندة، لأننا ناقشنا ملفات متنوعة، ومصر بالنسبة لنا منذ زمن بعيد شريك مهم للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. الحوار بين الطرفين غطى مجالات مختلفة في ملف الهجرة، من مكافحة التهريب إلى تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل ودعم مصر كمجتمع مضيف لمئات آلاف اللاجئين. الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وضمن مجلس الشراكة يعقد اجتماع على المستوى الوزاري مرة كل عام لمراجعة ما يجيزه الخبراء والفنيون والاكتشاف مجالات تعاون جديدة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع. سلام عطاء الغد، بروكسل.